أنا أحبه، بس هو لغاية الحين ما يدري إيش كثر أنا أحبه. أنا بيكون قربه، أنا عاشق لكل تفاصيله. أنا ودي لو أنه يكون ملكي هو ذهنيا، بيني وبين نفسي هو ملكي أنا بروحي، ما حد لحق فيه نهائيا، لا من قريب ولا من بعيد. هذه الشخصية مو مشهورة، ولكنها عند قلبي هي رقم واحد، لدرجة أنها دائما يبطاريها ودائما أفكر فيها. عند عقلي ما هي رقم واحد، لأن عقلي صار مسلم لهذه الشخصية تماما. على لساني هي رقم واحد، لأن دائما هذه الشخصية أنا قاعد أطريها. بعيوني هذا القلب رقم واحد، لأني ما قاعد أشوف أي قلوب بالدنيا إلا هذا القلب. وبأذوني هذه الشخصية أيضا رقم واحد، لأن غير صوتك ما في أي صوت بالدنيا يجذبني.